اللهم صل وسلم وبارك عليه. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العليا مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولى. وسلي بحمد موارده سائقة هنية ممتدئا من الشكر الجميل معطايا. وأصلي وسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجباه. وأستملك الله تعالى رضوانه يغص الإطرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع وموالاه. وأجتدي هداية للسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطة الخطأ وخطاه. وأنشر من قصة المولد النبوي برودا نسانا أبقريا نادما من النسب الشريف قد تحل المسامئ بهلا. واستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. عجل اللهم قبره الكريم بألف سجين صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وبعد فأكون وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد بن عبد الله بن المطلب واسمه شيبة الأمن قمنا اتصاله السنية ابن هشيم واسمه عمرو بن مناف واسمه المغيرة الذي ينتمى الارتقاء لأولياء ابن قصي واسمه مجنئ سمي بقصي لتقاسي ببلاد قدعة القصية إلى أن عاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فأماهما. ابن كلاب واسم وكيب بن مرتب كاب بن أي بن غالب بن كبير واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية ومن فوقه كراني كما جنح إليه الكثير وارتضى. ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى البدن للرحاب الحرمية وسمي في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولبى. ابن مضار بن نزار بن معد بن أدنان وآذى سلك نظمت فرائده بنان سنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم سكن الشار وأبا. وعدنان بالأرب الأندد بالعلوم النسبية
إلى الذب إسماعيل نسبة ومنتمى بعض به من أجل تلقت كواكبه الدرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى عندنا اللهم قبره الكريم بعرف سديم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم